الأخوة جام مناطق حزام بغداد لتقديم التهنئة لمناسبة إعلان تأسيس حزب التجمع الجمهوري العراقي. وتم التداول في كثير من الأمور التي تتعلق بالواقع الميداني بالمناطق مناطق حزام بغداد اللي تعيش ظروف حقيقة صعبة، ظروف صعبة في الوقت الحاضر وفي الأوقات الماضية أيضا. وتم أيضا استشراف المراحل المستقبلية والعمل الجماهيري المطلوب بهذا المجال. على مستوى الاجتماع الأمان العام عقرة الأمان العام اجتماع تم مناقشة التهيئة الاحتفالية الإعلان الاحتفالية العامة للإعلان عن تأسيس حزب التجمع الجمهوري، أو أن حزب التجمع الجمهوري هو مؤسس من السابق، ولكن إعلانية الإجازة إجازة الحزب ضمن قانون للأحزاب. وتم الاتفاق على برنامج الإعلان وعلى أيضا الفقرات اللي راح يضمنها هذا البرنامج وعلى وسائل التهيئة والبدعوين وكل التفاصيل الأخرى التي تتعلق بهذا المؤتمر. الحزب معروف واضح برامجه، الحزب يسعى إلى العمل الجاد والحقيقي بالتعاون مع كل قوى التحالف المدني الديمقراطي أو كل القوى المدنية إلى تجاوز صيغة المكونات اللي حقيقة دمرت العراق ودمرت شعب العراق وألحقت ضرر كبير جدا بالبنية الاجتماعية والسياسية والوطنية حتى، والانتقال إلى بناء دولة المواطنة من خلال الدولة المدنية الديمقراطية ودولة المؤسسات أيضا، لأن هي الحل الوحيد لإنقاذ العراق والمحافظة على مستقبل العراق وعلى ثروات العراق والوقت نفسه. اليوم يعني حصلت عدة لقاءات الحقيقة في مقر التجمع الجمهوري العراقي، التقى الأمين العام بعدد كبير من شيوخ العشائر والشباب مهنئين بحصول حزب التجمع الجمهوري العراقي إجازة التأسيس من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية. والحقيقة نقل الأمين العام والمهنئين تحيات الأستاذ سعد عاصم الجنابي لكل جماهير الحزب ولكل العراقيين، واعتبر أنه عملية حصول الحزب على إجازة التأسيس من المفوضية هي مسؤولية تاريخية يعني على مناضلي الحزب وكل العاملين في هذا المضمار أن يعملوا من أجل تعزيز اللحمة الوطنية وتعزيز العمل للمرحلة المقبلة اللي تستحق حقيقة يعني التغيير في كل الاتجاهات من أجل أن تتحقق للعراقيين الرفاهية والاستقرار والأمن، وكذلك يعني تعزيز العمل الاقتصادي وتنشيطه من أجل رفاهية العائلة العراقية وتعويضها عن مفاتها من ظروف صعبة. إذن يعني عملية التأسيس هي عن قريب راح الحزب يتهيئ تهيئ كامل للإعلان باحتفال جماهيري كبير إن شاء الله يحضرون به الأمانة العامة والهيئة التأسيسية والمكتب السياسي وكل جماهير الحزب من عموم محافظات العراق. وسيكون هذا الاحتفال هو الإعلان والإشارة الحقيقية لبدء العمل وتهيئة المرشحين والعاملين للمرحلة المقبلة. عقد اجتماع لهذا اليوم للأمان العام لحزب التجمع الجمهوري، وتم طرح عدد من القضايا من ضمنها التوسع في القاعدة، مناقشة ما بعد الحصول على إجازة تأسيس الحزب من فوضية العام للانتخابات. واتفق الجميع أعضاء الأمان العامة على التحرك، وتم تحديد أيضا موعد لقاء تشاوري مع بعض الأحزاب السياسية. الجميع اتفقوا على أنه دعم مشروع الوطنية ودعم مشروع المصالحة، وحضر عدد كبير من الضيوف سواء كان من أطراف من حزام بغداد من المنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية، حضر من المنطقة الجنوبية الإخوان من عشائر شتى، وحضر أيضا عدد كبير من شيوخ عشائر الناصرية، وحضر عدد كبير من شيوخ مناطق شمال بغداد التاجي. وتم الاتفاق على أنها تكون الهوية العراقية هي الهوية اللي تجمع جميع أفراد الشعب العراقي والخلاص من هذا عنق الزجاجة الذي أحاط بالعراق منذ 14 عام، ومحاربة الفساد ووضع طريق خط طريق صحيح لبناء مجتمع جديد متجانس بعيد كل البعد عن الطائفية، بعيد كل البعد عن المحاصصة. احنا الآن نعمل من أجل هوية واحدة هو العراق، هو شعار الحزب الآن طرحناه كلنا العراق، وهذا المضيف هو مضيف لكل العراقيين في شماله في جنوبه في المحافظات الغربية في المحافظات الشرقية، هو مضيف حزب التجمع الجمهوري هو مضيف لكل العراقيين. واحنا الآن
فاتحين أبوابنا وفاتحين أذرعنا وفاتحين كل ما نستطيع من أجل أن نوسع هاي القاعدة الجماهيرية وطرد ما مخلفات الماضي اللي عشناه منذ 15 عاما اللي تراكمت على صدور أبناء الشعب العراقي. وأنتم تعرفون حضراتكم ما حصل بالشعب العراقي منذ 15 سنة، حيث البطالة، حيث الفساد المستشري، حيث الأمور. فلهذا أطالب كل العراقيين الشرفاء الوطنيين أن يتحدوا للخروج من هذا الوضع السيء اللي عشناه وظهور عراق جديد مترتب مبني على الوطنية والمدنية، ونحن نسعى إلى تكوين دولة مدنية ديمقراطية، دولة مؤسسات بعيدة كل بعد عن محاصصة.